السفارة الصينية لدى المنامة تحتفل بالذكرى 97 لتأسيس جيش التحرير الشعبي الصيني. هذا الجيش الذي يعتبر الأكبر في العالم من حيث عدد الأفراد، والذي تعول عليه الصين لترسيخ مبادئها الأساسية في الصين الواحدة، عدم التوسع والهيمنة خارج حدودها، بل وتعزيز الاستقرار والازدهار العالمي. So today we are celebrating Army's Day of China, and thank you for your all the people coming here, and we wish our relationship between China and Bahrain will be better in the future, and all the best to the Bahrain people and the government. بتلاحظ اليوم احنا الحمد لله القوة الاقتصادية الموجودة بالصين وعلاقتها مع البحرين، وخاصة بعد زيارة جلالة الملك للصين، تحس انك في موجود نوع من التعامل الخاص بالبحرين. تسعى الصين لتكون البحرين جزء من طريق الحرير للنهوض في المنطقة، يعني الى اي حد البحرين ممكن ان تكون جزء من هذا الطريق؟ احنا طبعا نتمنى ذلك ان شاء الله، واحنا نحاول يعني الاخوان يعني في الصين عندهم الرغبه في التواصل في هذه الطريقه وهذا، وطبعا الـ 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 والبحرين مرحب لهذا التوجه، تعزيز العلاقات معهم في الاستثمارات المشتركه ان شاء الله. دور جمعيه الصداقه والاعمال البحرينيه الصينيه كبير جدا، بالاخص ان العلاقه بين البحرين وعلى اعلى المستويات من سنين طويله، وهناك تطور كبير في العلاقه بناحيه جميع النواحي، سواء النواحي التجاريه والسياحيه والاجتماعيه. يسعدني ان اكون هنا في هذه الحفله بمناسبه يعني عيد للجيش الصيني. فالجيش الصيني هذا عنصر مهم يعني في بناء العالم متعددة الأقطاب، لأننا روسيا والصين والدول البريكس أخرى تريد يعني التوصل إلى حالة التوازن، حتى لا تكون دولة واحدة تملي للآخرين يعني للدول الأخرى كيف تعيش.